كابتن قصي منير، نجم المنتخبات الوطنية، المدرب اللي يعني خلى بصمة بالفريق الديواني بين يوم وليلة، خلاص انه رسالة بالفيس برسالة بالبوست بالفيسبوك والانستغرام انه هو خلاص انه ما يقدر يستمر، وبعض الكلمات يعني تضمنها المنشور انه البيئة مو مناسبة، انه تفاصيل ذكرت في البوست. هل فعلا ما ذكرته بالمنشور هو السبب في يعني الابتعاد عن الديوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية أهلا وسهلا بكم. أكيد أي شيء ذكرته أنا مسؤول عنه، لأنه مثل ما تعرف من المستحيل أنه الشيء اللي عملته مع فريق الديوانية في يوم وليلة أنه أتركه وأدير وجهي، إلا هناك فد موضوع أو فد شيء يمنعني أنه أستمر مع هذا الفريق. حقيقة تحز في النفس، يعني لا تتوقع شيء سهل انه تترك، انه خلال اكثر من تقريبا 10 جولات انا مع الفريق، حلاوتها بمرها في تعبها في كل شيء، في الكلام اللي يقال على الكادر وعلي وعلى الفريق، صديت لهذه المهمة. قد البعض انه قال انه صعوبة، هذه يعني انتحار من خلال انه جدول المباريات المزدحم بالمباريات القويه اللي كانت كل شاهدها مع الاربيل باربيل، مع الشرطه، مع النفط، مع الجويه، مع الطلبه. يعني هاي المباريات هم نفسهم، يعني انا سمعت يعني من شخص بالاداره وشخص يعني موثوق منه انه قال اذا حصلنا من هاي المباراه نقطتين فممتاز. بالمقابل أنا فزت على الشرطة 3 نقاط، يعني اختصرت لهم الوقت وحصلت من 3 مباريات اللي هي النفط والجوية والطلبة، فرق لها باع طويل وفرق منافسة، يعني تعتبر أفضل إمكانيات حتى أعلى منكم في الترتيب. بالضبط، حصلت 3 نقاط، المجموع 6 نقاط، و6 نقاط أتصور هي هاي راح تخدمهم يعني في الأدوار القادمة أو في نهاية الموسم، إلى نهاية الموسم في المرحلة الثانية. فبعدها أنه حصلت يعني مشاكل، هنا كانت الأمور طيبة. بعد مباراتنا، وهذا السبب اللي أنا أعيز أنه عليه أنه هو اللي حدثت هذه التغيرات، مباراتنا مع الشرطة. نعم. تعرف كل كان يتكلم أنه مباراة الشرطة، رئيس النادي الرجل صرح أنه هناك مكافأة، كل لاعب 1,000,000 دينار عراقي عند الفوز، الشرطة أيضا من حقهم أيضا يقولون إن شاء الله نفوز وكذا. فأنا ما أحب هاي التصريحات ولا الإعلام كل مباراة، ولحد الآن يعني ما أحب إن الظهور بالإعلام، لكن مشيت الأمور طبيعية وبعدت اللاعبين وما منع أي موضوع، دخلنا المباراة بروح الفوز، وأي مباراة ندخل بروح الفوز. الحمد لله أنه الله وفقنا، مثل ما كل المباريات اللي لعبناها كانوا اللاعبين في يومهم أدوا ما مطلوب منهم، وصار خلاص أنه فرصتين وصلنا محققات، سجلنا منها واحدة حالة لعب واحدة ضربة جزاء الشوط الثاني، كان توقيتات مناسبة ومنعنا خطر فريق الشرطة، فريق محترم كبير، لكن فريقنا قدرنا نوصل، والمطلوب هو ال3 نقاط. بعد المباراة مباشرة الفريق ذهبنا المطعم، رئيس النادي بعدها عرفنا انه المليون فقط للاعبين اللي اشتركوا التشكيل الاساسي والكادر التدريبي. فالاخوة بالادارة وانا يعني قلنا لا ما توقعنا هذا الشيء، فاكد ان الرجل قال لا، انا اللاعبين اللي لعبوا هم ياخذون المكافأة اللي مليون. فاحنا عددنا ما يقارب يعني ككادر طبي واداري و و و, و يعني تقدر تقول يعني قريب 30 او 35. زين. فمن الصعب انه احنا خاصه احنا مو اوروبيين، ولا انه فقط اللي يعمل تنطيه زين اجرك، لا زين. احنا اليوم كمسلمين، كعرب، كعراقيين، كشرقيين ننظر منو
أخذ ومن ما أخذ، ما يأخذ أيضا ظل حصل في داخله. فأنا ارتئيت أنه مع الأخوان أنه لا الكل تأخذ. أرسلت على كابتن الفريق مصطفى ناظم وقلت له، قلت له مصطفى الموضوع كيت وكيت، المكافأة فقط للدعش والكادر فمن صعبة يعني ولازم الكل. قال لي كابتن احنا فوزنا على الشرطة هو هدية هو مكافأة. قلت له بارك الله بيك. وأنا قلت له راح أتكلم مع الشباب، تكلمت مع الشباب، الشباب أيضا استقبلوا هذا الشيء. بلحظة من الطاني المبلغ طيت العدي، قلت العدي تقسمه على حسب اللاعب الأساسي، اللاعب البديل، المدرج، القسم منهم لاعبين شباب، المعالجين، الكل يعني بما بيهم الفلاح الرجل اللي يعمل بالملعب أيضا خرجنا على مبلغ اطينا إليه والكل أخذ ضوء أنه قائمة. فبعدها أنه من انطاني المبلغ بإيدي أنا أعلم يعني أنا أشوف يعني أنا هم رجل كيس، الدنيا علمتنا من انطاني المبلغ هنا الوجوه تغيرت لأنه المبلغ أنا عندي بعد لا يقدر يقلطيني أنا وزعة. عادة هم الأمين المالي ومشرف الفريق أو شخص من باقي الأخوان بالإدارة هم اللي يحددون أو يقسمون هذا المبلغ. فالمبلغ صار عندي أنا رحت بلغت مدير فريق اللي هو الرجل حاتم شلال، كابتن حاتم جاب لنا ظروف، سجل كل اسم كذا، هذا جبنا المبلغ قسمناه كل من مبلغه بالظرف وزعناهم بقائمة، وقعنا كل واحد حتى شوفتهم. قلت ما هي القائمة؟ رسلتها للأستاذ حسين العنكوشي على الواتساب، قلت له هذا التوزيع صار كيف؟ قال لي أنت مخول، أنت الرجل كيفك، الموضوع يمك، أنا ما لي علاقة، أعطيتك المبلغ أنت يا أبا مشكور. فالكل راضي، الكل أخذ إلا اللهم الإخوان اللي هم يحسون نفسهم ما أعرف يعني. ما أخذت ال 15000 دولار حطيتها بجيبي ولا تقاسمتها ويا ناس، شريتها حطيتها للاعبين باستحقاق وأمام الكل يعني ما أخذ بالخفة ولا هاي. فهنا بدت النوم، كانت النفسية ممتازة، روحتنا الأربيل، مباراتنا بالكاس مع بغداد، هنا صار هنا أحس أنه صار قال لك هذا يجوز قصيراح يكون فد حاجز علينا أنه أو أنه ممكن العنكوشي ينطي الجمل بما حمل، يمكن أنا أروح أتدخل بكثير من الأمور. أنا بعيد عن هاي الأمور يعني، أنا أكره التعامل بالمادة لأنه بالمادة لا وبالمادة يخرب صح. أنت تريد يعني تريد مثل ما يقول تختبر شخص اختبره بالمادة فعلا. هسه العراقي مع احترامي للكل، لكن تريد تختبر شخص حتى لو أقرب الناس لك اختبره بالمادة فعلا، انطيه وشوفه، إذا طالبت يجوز زعل عليك وسواك أنت أسوأ، وإذا هذا يعني إن شاء الله الناس كلها غير ما نتصور إحنا. فهنا اختلفت، مشت الأمور طبيعية. بعدها أنه بدت يعني أكو أمور يعني قلت لك أنه مثلا أجي أنطي التشكيل يروحون للرجل يعني هو هسانة من خلال شاشة قناتكم يعني قصي راح يخسر الفريق. أنا جاي غالب الشرطة ونافس وجيت ولعبتي مع النفط أجي أخسر الفريق؟ نعم. ليش لعب فلان على حساب فلان؟ زين هذا كلام ما يقولون. هذا منو اللي يحكي؟ مشرف الفريق. زين مشرف الفريق حيدر الموسوي. زين يعني أنا جاي أخسر فريقي؟ زين. أنا أحرص من أي واحد، أنا النتائج يبلغ رئيس النادي. يبلغ رئيس النادي يعني هاي خليه يسمعها هو يعني. زين انه قصي ليش لعب فلان ليش لعب فلان؟ زين انا هذا اللاعبين اللي هم مختارهم مو انا اختارتهم، زين لازم اجرب، لازم العب، لازم عندي خيارات. انا اليوم بالملعب بالتمرين خلال 3 ايام 4 ايام ليوم المباراه انه اشوف منو جاهز حقيقي يقدر يلعب العبه. زين انا عندي عامل، عندي اسلوب الخاص اللي عندي انه منو ينطي بالتمرين هو اللي يلعب. هسه يجوز هاي غلط، اكو ناس واكو ناس تقول صح، لكن انت صاحب القرار. انا اشوف اللاعب من بدايه الاسبوع تحضير للمباراه زين انه اللاعب شنطه يكون اساسي حلو، وهسه تقدر تشوف من كتب الاولى من كتب الصناعه ما عندي هذا لاعب اساسي اعتمد انه اليوم مو يومه تعبان فالبديل يجي ينطي زين، وهذا اللي صار. تفكر بالبديل قبل الاول بالضبط. زين فجيت انه الرجل صار هذا الموضوع، مشيت مباراة النفط
زين. تغاضيت عنها. زين. أيضا فريق النفط قدم علينا وبعدين تقدمنا وكان بالإمكان نفوز. الفرصة اللي كل يستذكرها وكل يتكلم عليها يعني الولد ما حالف الحظ، فلاح من أفضل اللاعبين. وسبحان الله هي سوء التقدير والنوايا اللي هسه تكلمت عليها انتهت لعب مباراة النفط، جينا على مباراة اللي هي مباراة الطلبة. زين. مباراة الطلبة بملعبنا، فريق الطلبة ما يستهان به يعني حقيقة، يعني حتى لو فريق يمر بالظروف نادي كبير اسم كادر تدريبي على مستوى أيضا، لكن اجى معانا، احنا ملعبنا حافظينا كل الأمور صب بمصلحتنا وكنا ممتازين. زين. سجلنا بعدين خطأ من حارسنا صار التعادل، ومسألة طبيعية كرة قدم لعبة أخطاء ومشي الأمور. لكن هنا أيضا انعادت نفس الكرة، ليش صعد فلان مدرج، ليش لعب فلان بهذا المكان، شبه يمين، يعني هو أي واحدة من الأشياء اللي هو يوصلها الرئيس النادي مش الفريق. زين. يقول له ليش إيزاك الإسباني ليش يلعب شبه يمين، هو صانع ألعاب. زين هسه البارحة لعبها بالجوية لعبها شبه يمين، شبه يمين واحد يسار. زين. ضد الزورات يعني شنو اللي صار؟ من يطلع قصي كل شيء مباح، بس من قصي موجود ليش وليش وليش. زين. على العموم ناقشوك فنيا في هذا الموضوع؟ يا ريت لا هذه انا قلت بالخفة. ها بالخفة. نعم. يعني انا اشوف انه من تطلع التشكيلة راسا يروح يوصل رئيس النادي. زين. يعني قعد كابس لي ليش ما لعب إيزاك ليش قاموا رئيس النادي. انا اقول لك الرجل هذا موضوع طبيعي للأمانة، موضوع المحترفين بكل العالم، المحترف لازم يلعب. فعلا لازم المحترف يلعب، لأنه أنت تعطي أموال وتنطي تصرف عليه، فلازم أنه تأخذ منه مردود. لكن المحترفين من وجهة نظري أنا رجل فني، ما عندهم الإضافة أنه للفريق. أنت اليوم جايب عامل مساعد فما عنده إضافة، فأنا جالسين يمي ممكن أحتاجه في وقت من الأوقات، قد ينطيني نوعا ما ربع ساعة، عشر دقائق، نص ساعة، على حسب ظروف المباراة. هذا اللي كنت أنا أتعامل به معاهم، إلا ما ندر ممكن أنزله بالبداية وبعدين بداية المباراة وقد أشيله بين الشوطين وهذا أخذ منه الشيء، لكن ما كان إضافة. لما أجلسهم يروحون وين يأثرون على رئيس النادي إنه ليش ما لعب، والرجل أكثر من مرة ليش ما لعبتهم، اتناقش وياه. لا تناقش وياه، قل له انه هذا موضوع فني، لا تتصور انه انا هذا المعترف يخدمني او يفوزني وانا ما لعبه، مستحيل. فهم ياخذوها انه شنو وسيله ضغط على قصي. فتكررت الى مباراه النفط البصره. مباراه نفط البصره يعني انا وصلني خبر ومؤكد انه يبحثون عن مدرب ومفاتحين مدربين، من ضمنهم الكابتن أحمد خلف مفاتحينه، فمعيب أنا بحقي، أنا موجود، أنا نتائجي طيبة. ها. وفريق في بالأمانة الكابتن أحمد خلف مقابل يعني مدام أنت موجود. نعم. أنا ما يخصني يعني، تحياتنا له ولكل الأخوان المدربين، هو يقبل أو ما يقبل هذا موضوع راجع له، لكن هي المعيبة مو أنا، مو يم الكابتن أحمد بناديكم. لكن بالنادي. نعم. أنت اليوم أنا رجل أكثر من مرة أنا أحترم الشخص أنه لما يجي، والله في كل حياتي انه احترم الشخص يجيني، لا يجيني حتى لو يتجاوز علي، بس انه اردوصل ليش يتجاوز علي، ليش اعرف اكيد اكو شيء بداخله من عندي. زين. لكن من تفتر من وراي لانه انا ما منطيك مجال وما اخليك بكيفك هنا، يعني هاي مو شجاعه هاي. فلهالسبب هذا انا قلت خلنا نختار الوقت المناسب حقيقه، يعني اللي اقدر انه اطلع وانا والحمد لله راسي مرفوع، ما سويت شيء غلط. الى ان وجدت مباراه الزوراء اللي هم معولين عليها. زين. لانه راح يخسرون الفريق. والدليل نقطه من النقاط انا يعني قايل للمشرف الفريق انه فندق الانتر ما اقعد به، قاعدين بيلعبين الزوراء. لا مو لاعبين الزوراء، جينا بمباراتنا مال الكاس مع بغداد، فندق الانتر عباره عن سوق هرج. زين. يعني عذرا للتشبيه، لكنه هو يعني من قد الحركه والهوسه اللي بالفندق، ثلاث فرق به، بالاضافه ما اعرف العبات الفرديه شطرنج او ما اعرف يا اتحادات هم موجودين به. زين.
بالإضافة لناس نزلاء موجودين به، فالفندق مزدحم بشكل مو طبيعي يعني ما تأخذ راحتك. فقلت له، لما قلت للرجل الأستاذ حسين عنكوش، الرجل كان ملبي يعني للأمانة، كل شيء أقوله الرجل يوفره زين، أي شيء يهم الفريق الرجل يوفره زين، لكن لعله بالإخوان اللي بالإدارة. فجيت قلت له الموضوع الفندق، قال للرجل خلاص جينا لعبة النفط، عسكرنا في وقتها في فندق الماس اللي بكهرمانة بالكرادة أيضا، والأمور طبيعية، فندق أيضا محترم وتأخذ راحتك بي. هذه المباراة لما نجي قلت له الفندق وين؟ قال لي كابتن بالأنتر. قلت له حيدر أنا قايل لك الأنتر ما نقعد به زين، تعرف الأسباب، أكو فرق لو ماكو. قال لي لا كابتن ماكو فرق، ما حد ساكن. جيت سبحان الله قعدنا جو الزوراء، نفس الفندق ونفس المطعم، حتى من المطعم قلت لهم اخوان تاخروننا نص ساعه، احنا راح نروح قبلكم نتعشى لانه احنا جايين من سفر زين، انتم هنا بغداد وهاي فتحملونا. فحتى الولد اسالهم جماعه الزوراء اخروا زين. اخروا واحنا رحنا المطعم تعشينا، وبعدين هم اجوا ورانا لان المطعم صغير، الصبايا اللي في كراد فمش الموضوع. اجى رئيس النادي قعد يمنا، سألناه قلنا له سيد انت حاجز بالانتر؟ قال لا. انا هنا عصبت يعني همين، قلت له ليش لعد يكذب علي؟ يقول لي استاذ حسين العنكوش هو الحجز بالفندق. قال لا ابد. قال انت قايل لي انا ما حاجز لك فندق؟ قلت له لا الرجل انت للامانه، من قلت لك حجزتنا بالماسة واحسن فندق تحجز زين. قلت له لعد ليش يسوي هاي الطريقه يعني؟ يعني انا هذه هم اعيزها انه ضد مباراه الزوره. اها فطلع بالاداره يا ابو طه. بالاداره كانوا يتمنون خسارتك حتى يطلع كابتن طه من الفريق. لا هم اثنين هم، انا ما للامانه حتى ما اظلم الاداره اللي هم، هو قلت لك مشرف الفريق هو ايضا عضو بالهيئه الاداريه زين، والامين المالي هم ذول الاثنين بس اللي امانه، الباقيين عتبي عليهم لانه اللي ما يشوف على قولتنا بالمنخل عم بعينه. احنا صح. اليوم الامور واضحه. انا اقول لهم انه انا ما جاي اعمل بدائره موظف، حتى مشي وثيقه، مشي فد ورقه، مشي كذا. انا جاي اعمل بالملعب فعلا، مباريات منقوله، اكو ناس تجي الملعب الشاهد بالتدريبات بكل الامور، وجاي تشيد وتحكي بهذا الشيء. لكن انت من تجي وتغاضي او انه تغالط نفسك وتقول انه فريق لا والله على مود ترضي زملائك، هذا شيء مرفوض. فأنا وصلت مرحلة أنه هم ضغطوا، بالإضافة لأنه رابطة الجمهور باعتبارهم هم زملائهم، وطبوا وطلعوا وقعدة يعني رئيس الرابطة حتى يقعد وياهم بالاجتماع ويقعد وياهم بالإدارة ويجي للتمرين يقعد. يعني ما أعرف شنو اللي مقدمين الرابطة زين. فبدأت هنا أنه قلت مباراة الزورة خلاص، رحنا للعشاء نزلت هذا الموضوع انه خلاص وداعا الموضوع، وشكري للجميع حقيقه اللي حقيقه ازرونا يعني مثل اطراس الناس واقفين ويانا كانوا بكل الامور، وقسم من جماهير ايضا اللي مو ما تابعين للرابطه تابعين لنادي الديوانيه، محبين نادي الديوانيه، ومشينا الامور. فقدمت استقالتي. من قدمت استقالتي ما شفت انه هسه انا مو استجداء ولا اريد انه، بس على قولتنا حكايه التنقال شفت ناقشوك ما ناقشوني أبداً. يعني شفت انه كبرود يعني ها انت ليش شنو ليش تعال انت اعرف انا ليش طلعت، وجزء تقنعني جزء تقنعني اعدل عن قراري استقالة زين، تقول لي توفر لي الاسباب اللي انا اعطيك اياها خلص. سيد عنكوشي في منشور إله، احنا نعم. بالمناسبة هو يتعامل يعني في موقع التواصل الاجتماعي نعم. سيد عنكوشي يعني قال بأن وقعنا مع سمير كاظم لأن الرجل قصي منير اعتذر. لا أنا لحد الساعة 9 تقريبا أنه أنا أي بعد العشاء بالفندق زين، جمعت الفريق ومحاضرة كانت مع اللاعبين، وهو يمكن أتصور كان مع العراقية طالع لايف أتصور أو اتصال معاهم وتكلم، وانا كنت محاضره مع اللاعبين قلت لهم بكره مباراتنا مع الزوراء
راح نلعب ونقاتل ونقدم على أفضل ما يكون، مثل ما قدمنا المباراة السابقة أيضا راح نقدم مباراتنا مع الزوراء. وفرصة هاي أن أول مباراة لنا في هذا الموسم في ملعب الشعب أمام فريق الزوراء، صح تغيير كادر بس ما يمنع أنه أيضا أنه إحنا عندنا استقرار وعندنا فرصة أنه نفوز. يعني حقيقة أنا جاي المباراة وفوز، ما ردت يعني تطلع من النادي وأنت وأنا فايز، قلت لهم باكر نحتفل، قلت لهم باكر نطلع أنه أطلب منكم أنه نحتفل مثل ما احتفلنا بالشرطة، مثل ما اقتنعنا أنه مباراتنا مع الجوية يعني تعادلنا بس كان أداء وكان قريبين وفرص أيضا محققة حصلنا ما سجلنا. الطلبة له كثير من المباريات، يعني احنا نوعا ما أنه كثرة ضياع الفرص يعني كانت عندنا، بس مع ذلك أنه فريقنا قدم مباريات طيبة. قلت لهم بكرة يعني نحتفل. اللي صار أنه اجى وراء ما خلص محاضرة سحبنا الموبايلات من اللاعبين، الكل صعدوا على الغرف، انتهى الموضوع. اجينا على الموضوع، بقيت قاعد بالرسبشن انا والكادر لنحكي بامور الاقاله والمباراه بكره. اجى هو الرجل قاعد يمنا، فمن سولفنا يعني الرجل ما بيده شيء يعني، وهو قلت لك الرجل انا احكيها وقلت له يعني بصريح العبارة، قلت له أنت مغلوب على أمرك. لأنه يجوز الجماعة أنه عندهم ببالهم شيء ما أعرف شنو اللي يخليك، لكن قلت له أنا أعذرك لأنه أنت إنسان متفضل على نادي الديوان، وهسه وبعد أقول أنه متفضل، وأنت اليوم من يجيك شخص ويدعم ويبذل أمواله بهالطريقة هذا لازم تشلب بيه مو تهزمه يعني. فقلت له أنت إنسان متفضل على نادي الديوانية، جيت ودعمت وانطيت وسويت فشي لنادي الديوانية بفترة أنه كان نادي يمر بأصعب الظروف. قال هذا يعني شو سوي أنا بالعكس، أنا اسم مدينتي وهذا. قلت له الله يبارك بيك مثل ما يقول. قلت له على العموم، قلت له أنا اختصرت لك الطريق والله يوفقكم. قلت له بس باكر أنا آخر مباراة لي أقودها. رد فعله شنو كان؟ رد فعله شنو؟ يعني يقول لي انت شلون يعني فاجأتني وهذا. قلت له لا قلت له سيد ما فاجأتك انا، قلت له انت تعرف انا ليش طالع. قلت له سبحان الله لمحت له هم فاتوا اثنينهم، قلت له اللي 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 خلوني اطلع، قلت له هذا وهذا وهذا بالاسماء بعباره ما ارد اذكرها. قلت له ذولا اللي انا اطلع بسببهم. قلت له ذولا ما يقيموني انا. قلت له أنا قصي منير تعرف فعلاً هذا فعلاً كبير. قال لي صح هو الرجل، قال لي قيمتك. قلت له إيه بس، قلت له أنا هاي الناس، قلت له أفتر من وراي يروح يفاوض. قلت له هاي محسوبة عليك. قلت له إيه، قلت له منو؟ قلت له لا قلت له مفاوضين مدربين، يجوز أنت تدري أو ما تدري بس الأخوان بالإدارة مفاوضين مدربين ورئيس الرابطة ورايحين ومتفقين ويردون بس الفريق يخسر. قلت له أنا ما يعني، قلت له الحياة علمتني مو انهزامي، قلت له مو انهزامي، قلت له والدليل جيتك بجدول انتحاري مباراة كلها قوية صح. قال لك مباراة الأولى الثانية جزء قصي بطل، والمحللين والإخوان كلها رياضيين مو هسه لأنهزم. قلت له باكر وانتهى الموضوع، أتمنى لك التوفيق، أتمنى لك التوفيق. راحه واجتماع، قال أنا هسه عندي اجتماع ويا الهيئة الإدارية. بقيت أنا قاعد لساعة واحدة إلا ربع، واحدة إلا ربع طلعت من الفندق رحت، والإخوان عدي وتيسير وعلي حسين صعدوا الغرف وينامون. زين أنا بسبب إيدي ما بتت بالفندق، رجعت للبيت وقلت لهم الصبح أنا يمكم. زين فاجأت بالثنتين بعد وصولي، يعني بين ما وصلت بدلت غسلت أباوع إلا منشور سمير الكاظم يوقع معه وبكرة يقود المباراة. زين اتصلت على الإخوان الكابتن عدي، شفت المنشور؟ قال لي لا والله بعدنا أنا. قلت له أخويا سمير مستلم وباكر يقود المباراة. قال لي ما أدري. قلت له شوف المنشور. شاف المنشور قال لي خلاص. قلت له خابر نائب رئيس النادي حجي عبد الحسين، اتصل بي قال أستاذ حسين شنو أنتم كملتوا وي سمير؟ قال لي إيه كملنا وي سمير. قال له باكر يقود؟ قال لي إيه. قال له زين انتم وين؟ عبد الحسين يسال عدي احنا بالفندق. قال له احنا بالفندق. قال له ها يعني هو ما يدري. زين قال له خلاص هو راح يقود. قال له هاي في مال لا في مال لا، جابوا اغراضهم
اجى سيد عديبات يمي وقعدنا والله من الصبح ضلينا نسولف وكذا هذا ودرنا الموضوع طبيعي يعني، بس مال بهالسرعه هذه ما اعرف يعني، هم لهم راي زين والله يوفقهم. جمهور الديوانيه كثير من جمهور الديوانيه يتمنون عوده الكابتن قصيم امانه بصراحه يعني حملوني اياها. والله جمهور الديوانيه انا اقول الحقيقي يعني لان انا رسالتي مو فقط لجمهور الديوانيه، الكل يعني هم تكلمت بالنسبه لهم قلت لهم الجمهور اليوم اما بالنسبه للديوانيه قلت لهم اي دعش يلبسون شعار النادي ينزلون شجعوهم فعلا. الجويه، الزوره، جمهور الطلب، الاربيل، سماوه، ما اعرف اي لا دعش مثلا ينزلون يلبسون شعار النادي لازم نشجعهم. زين. لا تحبون اللاعب ولا تحبون المدرب. زين. لان اللاعب مغادر والمدرب ايضا مغادر. الشعار باقي. الشعار باقي. وانتم جمهور النادي باقين والنادي ما راح يتغير، هم كيان باقي. زين. بس انت من تجي انه تحب شخص هنا راح ما مصلحه شخصيه راح تصير، وما راح انه يصير العمل بانه يعني حب لهذا النادي، فراح تصير هذا الشخص اذا تضرر او انه انبعد هنا بدت المشاكل والهواي اشياء. فهنا هذا هاي الاشكاليات اللي صايره على جماهيرنا. انا اتمنى من كل جمهورنا انه يحب الشعار. شعار النادي. زين سؤال. نعم. اكو مفاوضات بالافق مع كابتن قصي منير من نادي ثاني؟ لا حاليا لا ماكو. لا ماكو ابدا اي اتصال ماكو. اليوم يتصلون بك نادي معين تعال استلمنا او يتفقون وياك خلاص؟ لا اذا 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 انا رجال اي انا مدرب. نعم. ومن واجبي انه اعمل وايضا عندي كادري ولازم انه نستمر يعني ما نتوقف، بس حاليا ما اتصور انه لان شوف انه الدوري كل الناس شغال فرقها وشغال اتمنى لهم التوفيق، لكن اذا اكو فرصه ليش لا. زين اعتقد خليها للجمهور ما نريد نصرح بها. اكو كلام انه راح تدرب واحد من فرق العاصمه غير الجماهيريه. شكرا جزيلا كابتن، اتمنى التوفيق وان شاء الله اذا هذا الشيء موجود. انا ما يعني ما اخفي عليك الله شاهد يعني ماكو اتصال اي شيء يعني رسمي ولا اعرف هسه، هاي منك المعلومه. زين إذا موجودة فبالعكس ليش لا؟ إن شاء الله. الله يوفقك. إن شاء الله نشوفك بخير. شكرا جزيلا. شكرا لك.